بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العظيم، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار. الرحمة والمغفرة لهم، والثبات والحرية للمعتقلين الأبرياء. أنا الرائد المظلي ماهر إسماعيل الرحمون النعيمي من مرتبات الحرس الجمهوري، وهذه هويتي. مجاز من كلية الحقوق بجامعة دمشق، أعلن وبكل جرأة ولا أخاف في الله لومة لائم انشقاقي عن الحرس الجمهوري والجيش القاتل وانضمامي إلى صفوف الشعب السوري البطل احتجاجا على الممارسات القمعية للنظام الفاقد للشرعية الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فسفك الدماء واعتقل الأبرياء وانتهك الحرمات ودنس المقدسات وسلح شبيحته وعناصره الأمنية وسلطهم على رقاب العباد وغزا بجنده أهلنا وديارنا من درعا درع الوطن في الجنوب إلى أقصى الشمال السوري، فلم يسلم منه طفل ولا شيخ، رجل ولا امرأة، ولا بيت ولا مسجد، حيث لم يرعى فينا لا عهدا ولا ذمة، وكأنه يقول بلسان حاله: أنا فرعون هذه الأمة. ولكن هيهات هيهات أيها الأحرار، بإذن الله تعالى وعوره سيدحر الباغي وسيسقط بيت الطغيان وسيهدم من داخله، وستحيا أيها الشعب وتنال حريتك وكرامتك. ستبقى يا بلدي شامخا عزيزا كما كنت على الدوام، شامة العز في وجنة التاريخ. أيها الضباط والجنود، إلى كل واحد منكم أقول: إن قادتكم ترتعد فرائصهم من الخوف وهم ساقطون لا محالة، فلا تترددوا في تلبية نداء الوطن، نداء الشرف العسكري، فعليكم أن تبادروا بالانشقاق عنهم حفاظا على الوطن والتزاما بالقسم العسكري أمام الله والشعب والوطن. قفوا بجانب أهلكم وذوقوا طعم الحرية، عندها ستشعرون بفخر وعز وكبرياء لا مثيل له. أما إذا اخترتم الذل والخنوع فستداسون بنعال الشعب الثائر وستساقون إلى محاكم الثورة. وللمتألهين أقول: والله إنكم لتكذبون وتعلمون أنكم تكذبون، وتعلمون أننا نعلم أنكم تكذبون. الله معنا، والأرض أرضنا، والشعب شعبنا، والنصر بإذن الله لنا. لن نستسلم، ننتصر أو نموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.